شيء رح تشوفه مع أخوك إبراهيم مثلا، إبراهيم جيمنج اليوم راح نلعب في لعبة على تيك توك، لقيت لعبة جديدة في السيرفر، هي قديمة بس كويسة الحمد لله، هذي مرة أنا إن شاء الله. Call of Duty Black Ops زي كده الألعاب فيها في زي الأسلحة وزي كده بس في الزومبيز هذا هو يعني في هون زي البوابات تصلح تشتري أمكنة عشان تتقدم وتصلح وتنقذ وهذا زي ما تشوفون الحين السلاح أقدر أطلق وهو ريلود وأكيد هو بس المشكلة الحين إحنا لسه إلا حالنا ما دخل أي واحد هذا إحنا أظن في النظام أنا 65 65456 أنا نوب بس مو غلطي أصلا هذا لأن اللي ألعب معاهم يكونوا دوما نوب أوكي راح أسوي ريتن تو روبي وأرجع لأن أظن في مشكلة لأن في الأصل هو دايما كاتبين 171 لاعب بس لما أدخل ما لقي إلا واحد مرة أخرى ما أدري ليش بس راح نغير اللعبة بس تشبه لها يعني زي غيرنا الماب أوكي راح نلعب هذه اوكي هذه المره في لاعبين بس هذه المره اكبر بشوي بس صغيره يعني ما في زي المكعب راح احسب I am making a YouTube video guys I am making a YouTube video ايش راح يسوي سأل إيش راح تكون ردة الفعل؟ زي العادية لأن الحين هذول نفس الشيء أقدر أصلح وإذا واحد يعني مات أقدر أسوي له ريفايف إذا مات أسوي ريفايف في النكست راوند اوكي راح عندي فكرة لازم I am serious ما يا اخي ما تفهموه هذا المسدس الثاني حتى لو تفهموه انت يعني تهتر ولا فيك خلاص اليوم making a YouTube video. إيش راح هذا مشكلة الناس يروح عند المكان الثاني أقول خلاص المكان راح نشتري سلاح اشترينا رايفل هو بس في زي اللوكي تشيست وفي لسه شغل والحين اعرف انه المطعم
خمس مرحلة، وهو فوق على اليمين في الوسط كده تلاقوا فيه مكتوب round 5 will come be left. وكمان عندي البوينتس والقتلات، وهون في حاجة كويسة خلاص راح اشتري من هون درع. اوكي كويس، واحد ما عندي فلوس بس حتى اشتريت ارمورز و يعني لا الحيلة يسووها أحيانا اللاعبين زيي، أخلي آخر واحد عشان ألهيه وأروح أصلح وكل شيء وأسوي ردي. هذا مشكلة طبعاً. اوكي شوف الحين بيقولوا كلام مو كويس، بس راح احاول ان شاء الله ما يعني اكون متعصب زيهم لاني متعصب شوي اصلا. اوكي يلا افكت انا في قبل اذا طول وقت ايم على الهيد دبل بوينت زي كده. وفي جيم ثاني يكون تبدا مسافر تطيح في زي جزيره ولم تصل فتره معينه وبعدين لم تروح المكان، وفي كثير زومبيز وفي زي غزو يعني هو يعني في مثلا اذا انتم من اللي تحبوا الكوره في فوتبول في حق جيمز تلاقي في زي سلايم. الحين في واحد داون، هذا اسوي له ريفايف زي كذا، شوف اسوي له سنيك اوكي. حلو هو يعني كول اوف ديوتي بلاك اوبس زي كذا العاب يعني اذا من جد اذا القوة حق الفول احنا خسرانين. اوكي الحين قاعدين يفتحوا مثلا هون في الجست هون Zombies.
بعد باي تعرف ونحن نخلص الجيم. بس والله خلاص ما أحبها، لأن إذا تسوي مثل ما خويك يزيدوا أكثر بوس ويزيدوا أكثر وحوش. يعني مثلا هو لازم يكون في بوس يزيدوا اثنين ما شاء الله، يعني بوس كل أطفال نخلص واحد. أوكي رتون راح أشتري إفكت حق سبيد سبيد. هنا أنا سريع شوي، وأنا الوحيد اللي عنده أيرون أمر كأني أنا القائد. الحين في قبل اخر درع، بس اخر درع تشتري دايما بوت بالحبة بالحبة السعر 100,000 سبيد. ما في الا ليفل 1 ايش كنت تسلم ايش تبقى انت يعني اما مثلا تشتري من ايش قريب منك او هو في يوتيوبر في اليوتيوب سوى اسوي بي في بي على طول يداسني. اوكي الحين راح نخير اللعبة، في لعبة ثانية ابي اوريها. وزي ما تشوف الحين هون في انا في
أركاد جيم، في حتى فوتبول، في باونتي هانتر، قلت ألعاب كثير. أوكي رح نلعب بلوكن ديد، هي رح تشوفه الحين. أبديت في الطائرة، هذه الطائرة بعدين رح تظلم، رح نوصل بجزيرة وفي رح يكون في زومبيز لازم ننجو نكون أحياء الأطعمة. وفي نقطة أنا أسويها، شوفوا اوكي. اذا تفهمون الانجليزيه اوكي مبروك فهمت، اللي ما فهم انا كتبت هذا القطان يتكلم، احنا راح ندعس قريبا وايش كتبت، واستعدوا للانتظام مهم. وفي احيانا الناس يقولوا روح للبنك او زي كده، هو مناطق فيهم يكون تصير تشيستات، بس المشكله اغلب الناس تعرف المناطق وتخرب، بس راح ان شاء الله نحاول انه نجي اول ناس. لا لا الطريقة الغلط، احنا الحين في الخلف يا شيخ بابا. ايش الحظ، على طول بديت في الخلف، هذا حق الطائرة الخلف، بس يعني هون حتى في المشكلة هي بانه احيانا تجي بلوكت، يعني حاضروك كمولو سيب قويت كثير. اوكي الحين رح نروح لهذا زي البقالة، انا اكثر شيء في البداية افضل استخدم الاكس انه يكون يعني وان هيت وان كيل، زي ما يقولوا وان شوت وان كيل. الله يس يس الامو السلاح. اوكي بس بسرعة 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 خلص تشيست. اوكي يلا بنروح. المشكلة هي باني انا حتى الحين ما نجحت ولا مرة في الجيم، لانه صعب الف، ماني حافظ المنطقة. الحين بيقولك مثلا الريسكو وصل، راح يوصل في مثلا الجيم الفارم يعني عشوائي، وانا اكون مثلا عندي بنك ولا عند مدري هذا الصفر حق الصليب او في الجيم في المدرسة، يعني خلاص وما حافظ انا الطريق. يعني جي جي انت خاطر ايوه نسيت اقول، اذا انت مثلا تلعب مع خويك وخويك مات تتحول زومبي، يصير عنده زي قوة اقوى، يكون اقوى يعني مثلا ليش يكون مثلا يعني دخان لابس دروع يعني انا مثلا مت واحد ثاني قتلني، هو مات ثاني قتلني. المهم يعني شوف يس على طول سوى اوش، انا لازم اخذ. يلا بسرعة بسرعة جو 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 جو. شوف الحين في النص في اليمين راح تلاقي فور هذا، يعني بعد هذه الفترة راح يقولولك وين لازم تروح، وراح تروح وبعد ما تروح هذه المنطقة تستنى شوي وقت وراح يكونوا كل الزومبي عايشين يطيروا في السماء، خلاص كلهم عارفين ان لم يروحوا هون. كيف ما شفت اللي يقول انه ما عنده عقل وما ادري. الحين بعد ما تصل المده المعينه في المكان يجوا بس ان شاء الله هذه الخلاص الحين يعني صار شوي الحين هذا الفارم. هذا ما ادري ايش هذا البوليس ستيشن خليك.
يعني على طول وان شوت وان كل، بس مو دايما يشتغل يعني. اوكي بس عندي انا هالمرة اوكي هذا ما ادري ايش اظن هذا هون فيه لما شفت الحين انا شفت اوكي هون الحين هذا كان أضعه كان يفوت فوق البقالة اللي رحنا لها. والمشكلة هي بأن الحين كلهم يصيروا يعني على طول إذا واحد طلع لك أوكي خلاص الله يرحمه. وأحيانا وفي شيء ثاني مو كويس. أوكي خلاص كويس كله كويس. خلاص اسحب كلامي كله كويس وانا الحين بعد شوي راح يجي زي الموسيقى هي تهيج الزومبيز يعني الا اذا وصلت للريسكو اريا لانه دايما يكون فيها كثير ناس بس الحين في 9 لاعبين باقي وهذا كله سيم سيم مو على كل ما ادري من وين جاي هذا الصوت حق زومبي اوكي شوتجن والشوتجن احسن شيء بس يعني الامو مو كثير تلاقي بس يعني كويس لان الشوتجن يسوي زي 4 طلقات في مره بس شوي لازم نشوف لوين يقول لازم نروح يعني الجيم بس المشكله اذا كان مثلا مكان يعني لازم نشق اوكي ربي معانا اوكي يلا قريب 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
اوكي خلص الامو. الله على طول بسرعة. الله جي 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 الله ما شاء الله على الحظ. يعني أول مقطع على طول على اليوتيوب راح يكون أول مقطع أربح في الجيم. أوكي أتمنى يكون عجبكم المقطع، لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب، وإن شاء الله من هذا المقطع بنوصل لعشرة سبسكرايبرز إن شاء الله يعني. وما لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وارفعوا جرس التنبيهات، لأن أنا الحين قلت أني راح أسوي سحبة، هذا ليش يعني عشان تعرفوا متى أسوي مقطع. أوكي يلا مع السلامة.